عن الكسور العشبي. قلنا الكسور بصفة عامة، لاحظ مثلا عندي 5/4، قلنا هذا يسموه كسر، كسر عادي. طيب بينما 5/10 يسموه كسر عشبي. لماذا؟ لأن مقامه 10. قلنا كل كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000 فهو كسر عشري. ونقول عشري ولا عشري كما نحب. إذا الكسور العشرية هي التي مقامها 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000 وهكذا، هذه يسموها كسور عشري. بينما 5/4 ولا 3/9 ولا 1/8 هذه يسموها كسور، عبارة عن كسور. بينما 5/10 هي كسر في نفس الوقت كسر عشري. طيب كذلك قلنا في الرياضيات عندنا ما نسموه بالأعداد العشري. ما هو العدد العشري؟ هو كل عدد يحتوي على الفاصلة. لاحظ 5.3 هذا عدد العشري. على عدد العشري لأنه فيه الفاصلة. مثلا 12.9 هذا عدد عشري، على لأنه فيه الفاصلة. بينما مثلا 19 قلنا هذا عدد طبيعي، سموه عدد طبيعي ما فيه لا فاصلة ما هو كسر، طبيعي قلنا في الطبيعة ما فيش ميزة، ما فيش ميزة خاصة، ما فيه والو، طبيعي. فهمنا؟ مثلا 134 عدد طبيعي، فهمنا؟ وكان نديروا الفاصلة يولي عدد عشري. لما نقول تحصلت على معدل 13.4 هذا عدد عشري، يولي عدد عشري. فهمنا؟ على لأنه فيه فاصل. فهمنا؟ بينما مثلا 13/5 هذا كسر. إذا الأعداد في الرياضيات ثلاث ألوان، إما عدد طبيعي كما 19 كما 10 كما 100 كما 500، هذه أعداد طبيعية ما فيهاش ميزة ولا علامة خاصة. كذلك عندنا الأعداد العشرية. الأعداد العشرية كل عدد فيه فاصلة، 13.4 5.3 12.9 هذه نسميها أعداد عشرية، خلاص. وعندنا كذلك الكسور 13/5، 10/8، 4/15 هذه نسميها كسر ولا كسور. طيب في الكسور عندي نوع خاص اللي نسميه الكسور العشري. 3/10، 5/100، 70/1000 هذه كسور عشري لأن مقامها 10، 100 أو 1000 وهكذا. طيب الآن العدد العشري مما يتكون؟ لاحظ العدد العشري عندي، لاحظ 145.434، لاحظ هذه الفاصلة، هذا يسموه الجزء الصحيح. الجزء الصحيح، والجزء اللي يجي بعد الفاصلة يسموه الجزء العشري. الجزء العشري. شو عندي؟ عندي نعرفها، عندي آحاد
لو كان نزيدوا ارقام نزيدوا الاف عشرات الالاف اللي نعرفوها. هذه وين نصيبوها؟ نصيبوها في الجزء الصحيح. اذا الاحاد في الجزء الصحيح هو الرقم، هو اول رقم بعد الفاصل ولا قبل الفاصل؟ قبل، يعني قبل، فهمنا؟ طيب في الجزء العشري شعرنا اول رقم، اول رقم بعد الفاصله نسموه جزء من عشره، جزء من عشرة ونسموها الأعشار. ثاني رقم، الرقم الثاني اللي بعده ثلاثة، جزء من مئة، أجزاء المئة، هذه أجزاء العشرة وهذه أجزاء المئة. الرقم الثالث جزء، جزء من، جزء لأنه جزء لأنه بعد الفاصلة، فهمنا؟ أول رقم بعد الفاصلة يسموه الأعشار أو جزء من عشرة، ثاني رقم جزء من مئة، ثالث رقم جزء من ألف، ولا ألف دراهم، دراهم أربعة، ماذا تنسب؟ فهمنا؟ جزء من عشرة الرمز نتاعو شو هو؟ أربعة على عشرة. هذه الربعة اللي راهي بعد الفاصلة هي حقيقتها أربعة على عشرة، فهمنا؟ على أربعة من عشرة تتبع هاي أربعة على عشرة. أربعة على عشرة لما نحولها إلى عدد عشري شندر قلنا نكتب الأربعة كما هي، عشرة فيها صفر واحد معناها نحسب رقم من اليمين إلى اليسار وأضع فاصلة واحد ونوضع فاصلة ونكسر. إذا تخرج لي الربعة، تخرج لي الربعة أول رقم بعد الفاصلة كما هي خارجة هنا. لذلك هنا الربعة جزء من عشرة. ما معنى جزء من عشرة؟ معناها ربعة على عشرة كما درنا ربعة على عشرة. طيب نروحوا جزء من مئة، جزء من مئة ثلاثة، إذا جزء من مئة هو ثلاثة ثلاثة على مئة لما نحولها إلى عدد عشري تخرج لي الرقم ثلاثة في جزء من مئة. لاحظ ثلاثة على مئة إيه؟ نحولها إلى عدد عشري، قلنا نكتب البسط كما هو هاي ثلاثة. نروح للمقام نشوف شحال فيه منصب، واحد اثنين، إذا نروح للعدد تاعي ونحسب رقمين وأضع الفاصلة واحد اثنين ما كاش ونديرو اصفار هاي اثنين بعد نحط الفاصلة ونزيد صفر. شوف ثلاثة وين خرج؟ جزء من مئة. الصفر الأول هذا جزء من عشرة، الصفر ثلاثة هي جزء من مئة اللي هي ثلاثة على مئة، فهمنا؟ طيب الأربعة قلنا جزء من ألف، جزء من ألف ما معنى جزء من ألف؟ معناه أربعة على ألف، على ألف، جيد. لاحظ أربعة على ألف كي نحولها إلى عدد عشري، خلي أعطاك هذا الكسر وقال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري، شرحنا هذا؟ قلنا نكتب البسط كما هو، قلنا نحسب المقام شحال فيه منصب، واحد اثنين ثلاثة، معناها نروح للعدد تاعي ونحسب ثلاث أرقام. واحد اثنين ثلاثة بلا نحط الفاصلة ونزيد وصفر. إذا الأربعة شو بيخرج؟ في الجزء من ألف، جزء من عشرة، جزء من مئة، جزء من مئة، فهمنا؟ إذا العدد العشري يتكون من جزئين، جزء صحيح والجزء العشري. الجزء الصحيح يتكون من المنازل اللي نعرفها، أحد، عشرة، مئة، عشرة آلاف وهكذا. بينما الجزء العشري يتكون من جزء من عشرة اللي هو أو، نعم، طب ليه بينما الجزء العشري يتكون أول رقم
بعد الفاصلة هو جزء من مئة. ثالث رقم بعد الفاصلة هو جزء من ألف. فاصلة دلوقتي الأخبار. مثل الأخبار. فالأخبار بنجيبها. فهمنا؟ أول رقم بعد الفاصلة جزء من عشرة. ثاني رقم بعد الفاصلة جزء من مئة. ثالث رقم بعد الفاصلة جزء من مئة. فهمنا؟ إذن يتكون العدد العشري. تبع معي هنا عصام. يتكون العدد العشري من جزئين. من جزء لاحظ جزئين. الهمزه كيف نكتبها؟ اصبر. الهمزه مش نكتبها على السطر، على الالف، على الواو، على الفابيرة. الباقي الصبر. عصام قال على السطر. زين، من يوافقه؟ من يقول قال كلمة أخرى؟ نعم. لازم قال على السطر. زين. على السطر. على السطر. نعم. على السطر. كم يقولوا على السطر؟ نعم. شكون يقول كلمة أخرى؟ النبي. نعم. بوشير يقول على النبي. لماذا؟ لماذا؟ النبي راك جزء أي هكا؟ Let's go!
حلوة بس على الهمزة مغمومة. نعم. إيه لازم هي مغمومة الهمزة. أنا مش مغمومة. هنا راهي مفتوحة بلا ساكن. هنا نكتبوها على الألف. جزء أي.